الإحصائيات بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط هي 21,705 تلميذ موزعين على 60 مركز، ويؤكلهم تقريبا 4,000 مؤطر من الطاقم الإداري والحراس والمصححين. بالنسبة لشهادة البكالوريا لدينا 18,924 مترشح أيضا موزعين على 52 مركز، ويؤكلهم 3,700 مؤطر من الطاقم الإداري والطاقم التربوي. عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة تتطلب أيضا حمايتهم ومرافقتهم، وذلك بتجسيد بروتوكول صحي وقائي وضعته وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمتابعة الكوفيد التابعة لوزارة الصحة. هذا البروتوكول عنده عدة محطات من دخول التلاميذ إلى المؤسسة إلى غاية خروجهم، وذلك أولاً بالتعقيم المؤسسة بحد ذاتها وتنظيفها، وذلك تم عن طريق التنسيق مع مديرية البيئة والزيبيك يعني بيك نظافة وحدائق تابعة للولاية لقاموا بتعقيم عام لكل مؤسسة تربوية. ثم هناك بروتوكول، هذا البروتوكول يخص أولاً على وضع الكمامات يعني إجباريا لكل التلاميذ ولكل المؤطرين، ثم استعمال إذن لجل لإدغوا الكوليك في كل الدخول يعني في مدخل المؤسسة في الأروقة وداخل القسم، مع إذن وضع تلاميذ 15 تلميذ فقط في القسم. فيما يخص الهياكل، هذه السنة سنستقبل أو سنفتح عدة مؤسسات تربوية يعني مبرمجة للافتتاح والاستلام، وهي 26 مجمع مدرسي وفيهم 11 خاصة بالمدينة الجديدة لبوينك، وهناك 11 متوسطة 8 خاصة بالمدينة الجديدة لبوينك، وعندنا 5 ثانويات فيهم 3 خاصة بالمدينة الجديدة لبوينك والأخرى في قطر الولاية. بعد وهناك 60 قسم توسيع في الطور الابتدائي، هذا لمكافحة إذن النظام الدوامين والاكتظاظ الذي تشكو به المؤسسات التربوية، وهناك أيضا فتح مؤسسات في مناطق الظل التي هي في الحقيقة ماهيش كثيرة جدا في مستوى البليدة، ولكن أخذت بعين الاعتبار في عملية إنشاء مؤسسات جديدة، وهي 5 مؤسسات جديدة اللي هي إذن مجمعات مدرسية، مطعمين بالنسبة للابتدائي، وفيه ما يقارب إذن 20 قسم توسيع خاصة بهذه المناطق التي تتواجد على مستوى الولاية.